بيحضر المؤتمرات الصحفية راصد كل شيء من الناحية الإعلامية والصحفية ومن ناحية التحليل الرقمي والرياضي والفني في كل ملاعب ألمانيا. تعالوا دلوقتي نروح عبر سكايب مع الزميل الصحفي والمحلل الرياضي الأستاذ نزيه قرشاوي المحلل التونسي المتواجد الآن في ألمانيا. سي نزيه يا عايش أخويا، أهلا بيك. مرحبا سي محمد، مرحبا، اهلا وسهلا بك، وتحيه لكل المشاهدين في قناه النادي الاهلي، وان شاء الله اكيد تكون انجازات النادي الاهلي دائمه ومستمره اخويا على المستوى القاري وعلى مستوى المونديال العالمي ان شاء الله. الله يخليك، ودعواتك بقى للاهلي ان شاء الله في فيفا انتر كونتيننتال وايضا في مونديال الانديه في امريكا باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله، الاهلي والترجي والوداد والعين والهلال يعني يشرفوا احسن تشريف للكره العربيه كابتن. طيب هبدأ معاك بأول سؤال موجود في ألمانيا، رأيك في التنظيم؟ هل في مشاكل تنظيمية البطولة فنيا مع الأمور التنظيمية؟ شايف الأجواء هناك إزاي والإعلام كمان بيتكلم إزاي على البطولة؟ والله صحيح، يعني هناك بعض الملاحظات يعني خاصة من حضر بطولة كبرى عالمية خاصة في الفترة الأخيرة، ونعرف أنه قطر نجحت أحسن يعني نجاح، قدمت صورة جيدة للكرة العربية وللتنظيم العربي للبطولات الكبرى، فأعتقد أنه هناك فعلا بعض المشاكل. يعني الانطباع اللي كنا أخذناه تقريبا يعني كابتن محمد أنه ألمانيا وكأنها لم تستثمر يعني أو لم تبذل جهود إضافية في لإنجاح هذه المسابقة وإنجاح هذا اليورو، وكأنها اكتفت بالموجود على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى الملاعب، خاصة يعني سواء التدريبات أو الملاعب المباريات الرسمية، وحتى يعني اهتمام الشعب مش موجود كثير يعني في الشوارع، ما شفناش اللافتات الكبيرة، ما شفناش أعلام البلدان المشاركة في كل شارع أو في كل يعني ربما في كل سنتر كبير. يعني لذلك الانطباع العام تقريبا لدى الناس أو لدى الأعلام هنا الزوار، خاصة يعني الأعلام الأجنبي اللي حضر في ألمانيا، كأنه ألمانيا لم تبذل كما قلت جهود كبيره من اجل تنظيم او اجل نجاح هذا اليورو، واعتمدت على مكتسباتها السابقه، اعتمدت على ملاعبها اللي نظمت من خلالهم وفيهم كاس العالم 2006، طبعا البوندسليغا وفات قبل ايام قليله، ثم مباشره في نفس هذه الملاعب ما فيش ملاعب اضافيه، ما فيش استثمارات جديده، ما فيش يعني تقديم جديد ربما للجماهير او حتى من خلال حفل الافتتاح تقريبا بدا ذلك الانطباع يتولد لدى الناس لدى المتابعين بان المانيا تريد البساطه، تريد النجاح باقل مجهود ممكن كابتن محمد. اكيد. طيب لو اروح معك للامور الفنيه، حضرت معظم المباريات ولا كل يعني اكيد صعب كل المباريات، ولكن حضرت المعظم اكيد في عده المدن في المانيا. صح، صعب جدا يعني المسافات بعيده جدا بين شمال المانيا وجنوب المانيا، يعني تقريبا 1000 و1500 كيلومتر يعني حتى تصل من مدينه الى اخرى، لذلك صعب خاصه مدينه برلين في الشمال بالنسبه لالمانيا فصعب جدا، ولكن المدن القريبه لفرنسا تقريبا مثل شتوتغارت ومثل لايبزيغ، يعني هذه المدن اللي كنا احضرنا فيها تقريبا مباريات اللي كانت لعبت هناك، خاصه مباريات كبيره كنا حضرناها، البرتغال، تشيكيا، ايضا فرنسا، هولندا، في مدينه لايبزيغ، ايطاليا، كرواتيا، هذه المباريات يعني كانت حظيت بنسبه متابعه كبيره جدا، يعني الجمهور الكرواتي خاصه وان تشاهدوا في الصوره صنع الحدث، يعني في المانيا جمهور كرواتي، جمهور هولندي، والجمهور الفرنسي تقريبا، وباع طبعا جماهير حضرت من كل صوب وحدب خاصه لمسانده المنتخب البرتغالي، لانه كل العالم يعرف شعبيه كريستيانو رونالدو، ولكن من يحضر هنا في اوروبا ومن يتابع المباريات في اوروبا تقريبا شيء اعجازي، جماهيريه كريستيانو رونالدو يعني تتجاوز المنتخب البرتغالي وتتجاوز يعني تقريبا تلقاه مشجع فرنسي ومشجع هولندي وتشيكي وكل بلدان العالم ياتي فقط من اجل تشجيع البرتغال، تساله لماذا؟ يقول لك انا هنا من اجل كريستيانو رونالدو، حتى من الصين، حتى من خارج اوروبا، يعني شعبيه رهيبه جدا لكريستيانو رونالدو في كامل البلدان الاوروبيه كابتن محمد. اكيد، مين اكثر جماهير متواجده بغض النظر عن منتخب المانيا، متواجده في الشارع الالماني؟ هو كما قلت يعني الجماهير البلدان المجاوره، خاصه لما تكون في مباريات مثلا لفرنسا، لهولندا، لبلجيكا، للبرتغال، يعني تتواجد هذه بكثره، ولكن تقريبا ما يعني ما شد انتباهي انا شخصيا جماهير الكرواتيه، يعني ولو انه كان في بعض المشاهد اللي ما حبيناش نعرضها، يعني الجماهير الكرواتيه صعبه، يعني التعامل معها صعب وصعب جدا، حتى الامن الالماني وجد صعوبه كبيره في التعامل مع هذه الجماهير، يعني تعرف
احداث سغب تاتي في بعض او تكون في بعض الاحيان حاضره، الامن الالماني يتدخل على عكس ربما جماهير اخرى كانت جماهير منظمه، جماهير يعني تحترم القواعد والقوانين في المانيا، كما قلت على عكس الجماهير الكرواتيه، رغم انه الجماهير الكرواتيه واضح انه محبه لبلادها، تنتمي كثيرا للعلم الكرواتي وتساند المنتخب الكرواتي بقوه، نعرف انه بلد صغير يعني تنتظر هذه المناسبات الكبرى أكيد. مثل كاس العالم ومثل اليورو حتى تقول انا هنا كرواتيا موجوده، لكن طبعا دائما كره القدم تجمع الشعوب، الحقيقه شهدنا احترام كبير للصحافه ولكل شيء يعني موجود هنا في المانيا كابتن محمد. اكيد. طيب نزيه، لو اسالك على مين المنتخب اللي لفت نظرك في البطوله وما كنتش تتوقع تألقه في اليورو بهذا الشكل؟ والله في الحقيقه طبعا منتخب جورجيا يعتبر هو المفاجاه الكبرى لهذه البطوله بقياده المدرب ويلي سانيول، مدرب فرنسي ومساعد كما تعلم كابتن محمد، المساعد هو تونسي عادل الشادلي نجم من نجوم منتخب تونس سنه 2004 يتواجد في منتخب جورجيا، فالمنتخب الجورجي حتى كنت حدثنا مع عادل الشادلي قبل بعد نهايه المباراه الاولى، يعني لم يكن ينتظر بتاتا منتخب جورجيا انه يصل الى الدور الثاني، يعني الكل جماهير جاءت من اجل الاستمتاع، حتى لما تتحدث مع جماهير جورجية تقول نحن هنا من أجل الاستمتاع، من أجل التعرف، من أجل التواجد مع الكبار، الاحتكاك معهم، التعلم منهم، ولكن أن يجد منتخب جورجيا نفسه في الدورة الثانية فهي مفاجأة كبيرة، هذا بالنسبة للمنتخبات الصغيرة، ولكن على مستوى الكبار طبعا غير منتظرة، لا أقول غير منتظرة، ولكن بهذه القوة وبهذا الانسجام منتخب إسبانيا لم يكن يتوقع الجميع أن يجد يعني هذه القوة، منتخب إسبانيا مع دي لا فوينتي 9 انتصارات دون قبول أي هدف، تألق النجوم خاصة لامين يامال، تألق موراتا، أسماء كبيرة تلمع مع منتخب إسبانيا في هذه الدورة، وبالتالي إلى حد الآن تقريبا من الكبار بدرجة أولى منتخب إسبانيا، ثم في مرحلة ثانية يأتي منتخب ألمانيا، لأنه ألمانيا أيضا عانت صعوبات كبيرة قبل بداية البطولة، تغيير كثير من المدربين، يعني اعتزال بعض النجوم، ثم عودة توني كروس تقريبا أعطت توازن كبير، أعطت نضج لمنتخب ألمانيا أيضا بقيادة جمال موسيالا، يعني يقدم في مستويات كبيرة، الألمان يعولون كثيرا على جمال موسيالا وتألق جمال موسيالا، لذلك تقريبا اسبانيا بدرجه اولى هي الافضل، ثم تاتي في مرحله ثانيه المانيا، منتخبات تخيبت الامال خاصه في الدور الاول، نذكر بالذات منها المنتخب الفرنسي مع ديدي ديشان، تعرف مشاكل كبيره بدات مع الامور السياسيه والخلط السياسي بالرياضي، ثم اصابه كيليان مبابي، ثم على مستوى المباراه الاولى فاز فوز ضئيل، تعادل في الثانيه وثم نفس الشيء في الثالثه، فالامور صعبه بالنسبه لمنتخب فرنسا الى حد الان في هذه البطوله كابتن محمد. طيب كابتن نزيه برضه اسالك على حاجه كانت غريبه بالنسبه لي، ايطاليا في مباراتها مع كرواتيا لولا الهدف التعادل اللي احرز في اللحظات الاخيره كانت ممكن يكون عندها مشكله في التاهل لدور ال 16، تبص على مجموعه فرنسا ومعاها النمسا تلاقي فرنسا يعني الاسم الكبير على مستوى اوروبا والعالم في الترتيب الثاني بعد النمسا، رغم ان فرنسا كسبت النمسا، يعني برضو بتتكلم على البرتغال وتركيا 6 نقاط، بلجيكا بقوة بلجيكا بتأتي بعد رومانيا، يبدو أن رومانيا راجعة من جديد للساحة في أوروبا، البطولة فيها مفاجآت لغاية دلوقتي. هو فيها مفاجآت ظهرت خاصة في الجولة الثالثة كابتن محمد، يعني في الجولة الأولى والثانية كانت الأمور طبيعية نوعا ما، ولكن في الجولة الثالثة لما الأمور اقتربت من الحسم ولما الكل يسعى وراء ورقة التأهل ظهرت المفاجآت بخسارة منتخب البرتغال، بتعثر فرنسا متواصل، بتعثر منتخب هولندا، يعني حتى ألمانيا كانت ممكن أن تخسر من سويسرا لولا التعادل في آخر لحظة، فالمفاجآت ظهرت في الجولة الأخيرة، وفي الحقيقة أعتقد مع تقدم السنوات ومع القادم الاستحقاقات أعتقد بأنه التقارب في المستوى سيكون بارز أكثر مع احتراف يعني العديد من اللاعبين من أوروبا الشرقية مثل جورجيا وصربيا وسلوفينيا في دوريات كبيرة، يعني وبالتالي التقارب بالمستوى سيظهر ربما في سنوات قادمة بالنسبة لجميع المنتخبات. بالعودة إلى إيطاليا كابتن محمد وتذكرت إيطاليا بالذات، أنا كنت تحدثت خاصة في المؤتمر الصحفي ووجهت سؤال للمدرب سباليتي خاصة على الجيل الحالي لمنتخب إيطاليا، تقريبا
كان شبه اعتراف من المدرب سباليتي بانه الجيل الحالي لمنتخب ايطاليا يفتقد الى المواهب بكل صراحه، رغم انه تعرف انه ايطاليا بطل اخر نسخه، ولكن الامور اختلفت كثيرا هذه المره. تعرف انه ايطاليا مرت بالكثير من المشاكل بالعقبات، لم تصل الى كاس العالم، ندره وشح في المواهب على مستوى الدوري الايطالي، حتى الانتر الذي يتالق بلاعبين محترفين اجانب يعني من مختلف دوري من مختلف البلدان الاوروبيه وبلدان اخرى. لكن فعلا سباليتي اعترف نوعا ما بان ايطاليا تفتقد الى المواهب على عكس السنوات الماضيه، ولكن قال انه يثق كثيرا في هذه المجموعه حتى تصل الى ادوار متقدمه على الاقل ربع نهائي نصف نهائي لما لا في هذه البطوله. وبالفعل يعني حتى في مباراه الاخيره وجدت صعوبات كبيره للتعديل، كرواتيا كانت افضل وكانت اقرب حتى للمرور الى الدور الثاني المنتخب الكرواتي مع لوكا مودريتش كابتن محمد. طيب بعد ساعه وربع هتنطلق مباريات النوك اوت دور ال 16، واكيد هتبقى في مواجهات ناريه، ايطاليا سويسرا، المانيا الدنمارك، لسه انجلترا مع سلوفاكيا، اسبانيا مع جورجيا، فرنسا بلجيكا يوم الاثنين، البرتغال سلوفينيا، يوم الثلاثاء الختام هولندا رومانيا، النمسا تركيا. هل تتوقع استمرار المفاجآت؟ هل تتوقع مباريات مثيرة في دور ال 16؟ وهل ممكن نشوف مواجهات وصدامات في دور الثمانية في الكوارتر فاينل؟ أكيد هي صدامات قادمة لا محالة يعني كابتن في الربع نهائي أو في النصف نهائي، ولكن بالنسبة للمفاجآت أنا أعتقد أنه منتخب يعني إذا كانت تقدر نسموها مفاجأة، أعتقد أنه منتخب سويسرا قادر الليلة أن يعبر على حساب منتخب إيطاليا، لأنه منتخب سويسرا يعني منتخب مع المدرب مراد يقين، مدرب يعني مدرب خبير، مدرب يعني يعيش استقرار كبير مع المنتخب السويسري في السنوات الأخيرة، فأعتقد فعلا بأنه المنتخب السويسري قادر على تجاوز المنتخب الإيطالي. يعني هذا تقريبا بالنسبة للمفاجأة المنتظرة على الأقل في نظري أنا الشخصي. وأيضا هو الكل يتحدث ربما بسلبية كبيرة على المنتخب الإنجليزي، أنا أعتقد العكس تماما، يعني هناك غضب كبير تعرف حتى في الصحافة الإنجليزية اليوم أصبحت حملة مساندة للمدرب ساوثغيت، ولكن أنا شخصيا أعتقد بأن المنتخب الإنجليزي مع هذا المدرب بالذات يعني يعتمد الواقعية على عكس المدربين السابقين لمنتخب إنجلترا، واقعية كبيرة لإنجلترا رغم وجه الساحب اللي ظهرت به المنتخب المنتخب الانجليزي في الدور الاول، لانه اعتقد بانه انجلترا ستتحسن شيئا فشيئا مع تقدم الادوار وتقدم المباريات. طبعا هذا راي شخصي طبعا مبني خاصه على وقائع الدورات السابقه. تعرف كابتن محمد انجلترا وصلت الى نصف النهائي في 2018، قدمت يعني نهائي في اليورو الاخير ضد ايطاليا وخسرت بصعوبه بالغه، ثم ايضا في الدوره الماضيه في كاس العالم في قطر ايضا خرجت امام فرنسا بسيناريو دراماتيكي. لذلك اعتقد بانه انجلترا مع الدوره الثانيه ستظهر ربما الوجه الحقيقي لهذه الكتيبه القويه. سؤال اخير ورد سريع، تتوقع من المنتخب اللي يفوز باليورو في المانيا؟ والله الكل في المانيا يثق بانه اللقب لن يخرج من المانيا الحقيقه، يعني جماهير المانيا واثقه جدا بانه المنتخب الالماني سيتوج، وانا شخصيا فعلا يعني ارجح على البلد المنظم هو سيكون البطل، الا اذا كان كما قلت عادت انجلترا في السباق وتقدمت شيئا فشيئا. لذلك شخصيا ارشح منتخب المانيا بدرجه اولى ثم بدرجه ثانيه المنتخب الانجليزي كابتن محمد. باذن الله. انا بشكرك جدا، وجبة كروية دسمة، تحليل وأخبار ورصد رائع جدا، عايش في قلب الحدث في ألمانيا، ونتمنى لك تغطية موفقة بإذن الله في بطولة اليورو أستاذ نزيه. بارك الله فيك كابتن محمد. شكرا جزيلا كابتن نزيه قرشاوي، يمكن كلام مهم جدا على بطولة اليورو، وكانت إطلالة مهمة جدا، لازم من خلال شاشة قناة الأهلي وعبر برنامج الترند نتكلم بالتأكيد على هذا الشأن. عموما لسه عندنا تفاصيل أكتر ولسه عندنا موضوعات مهمة جدا، ولكن أكيد لازم دلوقتي نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نبدأ نشوف آخر أخبار الترند.